السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معاكم دكتور أشرف الهلالي. المفروض اللي بيحصل إن فيه بيبقى موجود ريسبتور موجود هنا كده, ده اسمه إنسولين ريسبتور. الإنسولين ريسبتور ده بيحصل إيه فيه؟ بيحصل ان لما الخلية بتاعت المصل بتبقى محتاجة شجر, بالمفروض ان هو بيبتدي يروح للانسولين ريسبتور على خلايا المصل ويبتدي يشتغل. بمعنى لو هنقول ان هو ده الانسولين ده الانسولين بتاعنا, المفروض هيعمل هنا بوزيتيف سيجنال ويخلي السيجنال دي تطلع تروح للنواة وتطلب منها ان هي تصنع ايه الريسبتور بتاع الشوجر, يبتدي يتصنع ريسبتور هنا ويبتدي الريسبتور ده يمشي جوه السيتوبلازم ويطلع على سطح الخلية بتاعت المصل, ده اللي هو جلوت 4, ويفتح الباب يا سمسم لمين؟ لجزيئات السكر. تيجي دي جزيئات الشجر تقوم افتح يا سمسم وتقوم داخلة جوه الخلية, تمام؟ او طبعا احنا بنتكلم على الجلوكوز اللي نقصته. يبقى هنا نرجع تاني, عمر ما الجلوت 4 هتطلع على سطح الخليه وتشتغل الا لما الانسولين يمسك في الانسولين ريسبتور بتاعنا ويعمل اكتيفيشن, وده بيعمل ترانسلوكيشن من الريسبتور عندي لسطح الخليه ويبتدي يحصل عمليه دخول الشوجر للداخل. طيب حد هيقول لي انت دلوقتي بتقول ان العملية دي لازم تتم عشان الجلوت 4 يطلع او ان هو يبتدي يستخدم القصة دي. طيب هو تواجده على الخلية, يعني تواجد الجلوت 4 ده على الخلية بيعتمد على الانسولين في الاساس؟ هنا السؤال, انت قلت لنا دلوقتي ان الخلية اللي هي الخاصة بالمصل بتعتمد على الانسولين في الاساس, وان الجلوت 4 بيطلع على سطح الخلية عن طريق الاستيميوليشن بتاع الانسولين, صح؟ اقول لك اه صح. هتقول لي فقط يعني هي دي الطريقة الوحيدة اللي الجلوت 4 بيطلع على سطح الخلية؟ هقول لك لا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بص معايا, هي دي مش خليه عضلات؟ هتقول لي اه. هقول لك طيب الكلام ده يا جماعه بيحصل لما تكون الخليه في حاله ريست. ريست يعني ايه؟ يعني انت قاعد كده لابس الجلابيه بتاعتك في البيت او قاعد كده براحتك ما بتعملش مجهود, ما راجل مش نشيط كده, طلعت عملت لك شويه اكسرسايز, فالعضلات في حاله استرخاء, بتاخد السكر بتاعها مش محتاجاه قوي فبتاخد عن طريق النظام اللي احنا قلناه ده. هتقول لي طيب في حاله الاكسرسايز, في حاله ده في حاله الريست, طب في حاله الاكسرسايز, في حاله الاكسرسايز فقط يا جماعه ممكن الجلوت 4 يطلع على سطح الخليه من غير انسولين؟ هتقول لي ازاي ده, انت كده هتلخبطنا يا دكتور. اقول لك لا مش هلخبطك. في الحالات ان جنرال انت الخلايا بتاعت العضلات بتبقى في حاله استرخاء, ففي حاله استرخاء انا مش محتاج كميه سكر كتيره, مش محتاج طاقه, مش محتاج احرق كتير, انا قاعد مرحرح في البيت, فعندي الانسولين بيشتغل بطريقه ابسط, بحتاج لان انا بحتاج جزيئات سكر بطريقه اقل,
عشان احرق، لان انا مش محتاج احرق كتير، انا قاعد في البيت ما بعملش حاجه، فالعضلات مش محتاج. لكن في حاله الاكسرسايز ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ حاله الاكسرسايز انت قاعد تحرق سكر، العضلات قاعده تحرق سكر، فمحتاجه سكر. ولما بتحتاج سكر يا جماعه مش هتستنى لسه للانسولين يتفرز من خلايا بيتا سيلز اللي هي موجوده في البنكرياس. ففي الحاله اللي زي ديت لا، هتقول اسمح لي انا مش هستناك لسه، انا في حاله الاكسرسايز بس، معلش اسمح لي ان ده يبقى اكسبشن ليا ان انا هحصل على الشوجر بتاعي دايركت. طب هو ايه اللي بيتحكم بقى؟ بتمشي العمليه كده؟ هقول لك لا، في بيبقى في حاجه هي زي كده ترمومتر، هو ده اللي بيفتح السكه للانسولين. طيب في حاله الاكسرسايز هو ايه اللي بيحصل عندنا هنا؟ خلينا نركز مع بعض. احنا قلنا في حاله الريست اتكلمنا عليها، نتكلم في حاله ان انا بعمل اكسرسايز. دي خليه المصل، خليه المصل عندنا، قلنا برضو خلينا الجلوت فور هنا على جنب، وانا عندي هنا في حاله اكسرسايز في تمارين، خلينا نكتبها حتى عشان نبقى عارفينها كده بالعربي. انت بتعمل تمارين، ايه اللي بيحصل بقى وانت بتعمل تمارين؟ زي ما قلنا انت مش هتبقى مستني لسه الانسولين يتفرز. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان عندك هنا المصل المفروض ان هي بتعتمد على الاي تي بي، يعني الطاقه، عاوزه تنتج طاقه، فبتبتدي تعمل عمليه الجلايكوليسيس تحصل منه على اي تي بي. طيب هو الاي تي بي ده لما بيتاخد، يعني انت دلوقتي عندك هنا هنقول مثلا كده عندك الجلوكوز حصلت منه على الاي تي بي، تمام، حرقت الاي تي بي، طلعت الاي تي بي تحول لاي ام بي، الاي ام بي ده ادينين مونوفوسفيت، تمام. بيبقى فيه هنا خطوه تانية عندنا اي تي بي بتحول اي ام بي، ده الاند بروتكت بتاع الحرق، بيبتدي يعلق عندي في الخليه اللي هي خليه المصل. ليه؟ لان انا بعمل تمارين، التمارين دي عاوزه جلوكوز، يعني عاوزه طاقه تحرقها، فيبتدي يقلل لي الجلوكوز لان هو قاعد بيزيد الاي تي بي، الاي تي بي يبتدي يتحرق فيبتدي ينزل تاني بعد ما كان عالي، ويبتدي يعلى الاي دي بي، وبعدين الاي دي بي يتحول لاي ام بي فيبتدي ينزل تاني مستواه، ويبتدي يعلى لي الاند برودكت هنا اللي هو الاي ام بي. يبقى الاي ام بي هنا هيعلى في الخليه، هيعلى في الخليه، ولما بيعلى في الخليه بيبتدي ينشط لي انزيم تاني. الانزيم ده اسمه طويل شويه بس هو سهل لما هنفهم ايه اللي يعنيه. يعني الانزيم ده اسمه اي ام بي ديبندنت كاينيز انسولين independent. هتقول لي ايه الكلمه الكبيره الحاجه الكبيره اللي انت كتبتها ده؟ هقول لك على حاجه، هي اي ام بي ديبندنت، هنمسكها واحده واحده كده. اي ام بي ديبندنت ان هو بيعتمد على علو الاي ام بي. كاينيز ده انزيم، يعني احنا اي ام بي ديبندنت ان هو انزيم من القينيز بيعتمد على الاي ام بي. انسولين اندبندنت يعني لا يعتمد على الانسولين. يبقى الانزيم ده هو من انزيمات اللي هي القينيز، والقينيز دي بتعمل فوسفوريليشن على فكره، يعني خلينا نبقى نتكلم عليها بعدين في الجلايكوليسيس. لكن احنا دلوقتي خلينا في القصه دي، انك عندك هنا الانزيم ده اللي هو اي ام بي ديبندنت، اي ام بي علو الاي ام بي اللي ناتج عن عمليه الجلوكوز اللي انتج لي طاقه وطلع لي في الاخر الاند برودكت بتاعتي. كاينيز قلنا ان هو بيعتمد على الفوسفوريليشن، انزيم من الانزيمات اللي هي الكاينيزز.
انسولين اندبندنت يعني لا يعتمد على في عمله على موضوع الانسولين، ملوش علاقه، الانسولين ما بيدخلش في القصه بتاعت انتاجه. طيب هتقول لي ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هقول لك ان الانزيم ده هو اللي بيبتدي يعمل عمليه تنشيط، يقول له تعالى يا جلوت فور، يعني ناخدها باللون ده، لا خلينا ناخدها بلون تاني معلش، هيقول له تعالى يا جلوت فور، ده الجلوت فور احنا محتاجينك لان احنا بنعمل تمارين، اطلع بسرعة على سطح الخلايا. يقول له حاضر، يقوم طالع على سطح الخلية جلوت فور ويقوم قايل للشوجر تعالى بسرعة يا شوجر، تعالى بسرعة يا شوجر، احنا عندنا مصيبة، عندنا في المسل قاعدة تعمل اكسرسايز واحنا محتاجينك اوي جلوكوز. يقوم الجلوكوز جاي داخل يعلى عشان يعوض نسبة الجلوكوز اللي قلت عندي.